حققت مذكرات ميشيل أوباما بيكامونغ التي نشرتها يوم الثلاثاء الماضي والتي تمت ترجمتها إلى 30 لغة في نفس الوقت، مبيعات قياسية. فقد بيع منها حتى الآن 725 ألف نسخة حول العالم. خلال رحلة الكتاب المؤلف من 426 صفحة تروي السيدة الأولى السابقة فصولا من حياتها منذ الشباب ولقاؤها بزوجها أوباما ووصولهما معا إلى البيت الأبيض. خمسة فصول رئيسية لخصت خلالها ميشيل أوباما حياة طويلة مليئة بالمواقف الصعبة واللحظات الإنسانية التي قدمت الجانب الخفي داخل كل منهما والتي لا ينفصل فيها السياسيون عن بقية الأشخاص. ناقشت الخوف والتوتر والحب والعاطفة والقرارات المصيرية، وتحدثت عن علاقة الحب الكبيرة بينهما وبين زوجها والمشاكل التي واجهتهما. نشأت مع والد معاق في منزل صغير للغاية، وكان لديها القليل من المال في حي يكاد ينهار، لكنها نشأت محاطة بالموسيقى في مدينة التناقضات في بلد مكنها من التعلم ومن التقدم. تقول: لم أكن أملك شيئا وكنت أملك كل شيء حسب طريقة الحديث عن ذلك. هذه هي الطفولة التي اختارت ميشي أن تشاركها مع العالم في وقت وصلت فيه إلى مراتب اجتماعية عالية وأصبحت من الشخصيات المؤثرة عالميا. لم تكن لها طفولة سهلة على الإطلاق. عند لقائها بأوباما لم تستطع أن تفهم كل الضجة التي أثيرت حولها، كان انطوائيا ومثابرا، لكن عندما تقربت منه أكثر لم تستطع سوى الوقوع في حبه. طلب أوباما الزواج من ميشيل بوضع خاتم ماسي للخطوبة داخل صندوق كعكة للشوكولاتة، وهي الحيلة التي استغرت ميشيل تواني للخروج من حالة الصدمة إلى حالة الفرح العامر، وقبلت في تلك اللحظة أن تشاركه كل خططه المستقبلية. واجهت ميشيل مع زوجها الطموح ضغوطا غير عادية واستثنائية خلال سنوات زواجهما الطويلة. كانت ترغب في أطفال، لكنها أجهضت أول طفل لها وسبب لها هذا الأمر صدمة نفسية، لكن زوجها شجعها على المضي قدما وخضع معا لعلاج أطفال الأنابيب لإنجاب ابنتيهما فيما بعد. اعترفت ميشيل في مذكرتها أنها لم تكن يوما من محبي السياسة، وترددت عندما قرر أوباما الترشح للرئاسة سنة 2008. لقد كان يغيب كثيرا عن المنزل، يعمل كثيرا. في النهاية انتهى الأمر وقلت نعم، لأنني اعتقدت أن باراك أوباما يمكن أن يكون رئيسا عظيما. قلت نعم لأنني أحببته وكان لدي إيمان بما يمكن فعله. وكانت ميشيل عندما لحقت بالحملة الانتخابية لزوجها باراك أوباما كانت قد أدلت بالعديد من التصريحات التي عرضتها للنقد الشديد، وتقول في ذلك: رغم كل هذا، للمرة الأولى في حياتي كبالغة أشعر بالفخر حقا ببلدي. وتابعت أنها واجهت عناوين وسائل الإعلام القاسية التي كانت تمسها شخصيا، مثل تلك العناوين التي كانت تنتقد مظهرها بسؤال: هل هو فخم أم مخيف؟ وتقول ميشيل في ذلك: إن هذه الأشياء تؤذي. ألقيت باللوم أحيانا على حملة باراك بسبب الموقف الذي كنت فيه. في أحد فصولها تقول ميشيل أوباما: كنت أحس بالإطراء ومتحمسة لأنني أصبحت السيدة الأولى، لكني لم أفكر لثانية واحدة أن ذلك سيكون دورا ساحرا وبسيطا كأي شخص يتم وصفه بالأول والأسود. منذ ذلك الوقت دخلت الحياة العامة، تمت الإشادة بي كأقوى امرأة في العالم، وتمت إهانتي بأنني المرأة السوداء الغاضبة. تقول: كنت أبتسم في الصور مع الأشخاص،
الذين كانوا يستخدمون كلمة سيئة لوصف زوجي على التلفاز الوطني، وعلى الرغم من ذلك كانوا يريدون الحصول على صورة تذكارية لوضعها على الموقع. سمعت عن الأماكن المظلمة على الأنترنت حيث يتم التشكيك بي حتى في إذا ما كنت امرأة أو رجلا، وحاولت في الغالب أن أتعامل مع ذلك بابتسامة. رغم ذلك عبرت ميشيل أوباما عن كرهها للتعقيدات الموجودة في عالم السياسة وكرهها العميق للرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب الذي روج لقصة كاذبة عن مكان ولادة زوجها. وتكتب ميشيل أوباما أن هذه الحياة الحكاية كلها كانت جنونية ولئيمة لا يخفي التعصب وكراهية الغرباء في أساسها، متسائلة ماذا لو صدقها مختل عقليا وتوجه بمسدس محشو إلى واشنطن. ثم تضيف أن ترامب بتلميحاته الصاخبة والهوجاء كان يضع سلامة عائلتي في خطر، ولهذا السبب لن أغفر له أبدا. تفاصيل حميمية كشفت عنها ميشيل أوباما في مذكرتها، تحدثت بصراحة ووضوح لكن بألم كبير في بعض الأحيان، خاصة عندما تذكرت صديقتها الحميمة المتوفية ومعاناتها عند اشتغال زوجها بأعباء السياسة والمسؤولية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.